بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ده الفيديو الثالث في مادة Analog Communication في جزء دكتور عمرو الشريف. في المحاضرة دي هنتكلم عن طرق الموديوليشن، ازاي انا بعمل موديوليشن. اول طريقة هي السويتشنج موديوليشن، ودي من اسمها اني كأني بدخل السيجنال على سويتش واقعد افتح واقفل السويتش ده، افتح واقفل افتح واقفل. طب ايه اللي هيحصل فيها بقى؟ معنى ان انا بدخل السيجنال على سويتش واقعد افتح واقفل وافتح واقفل، ده معناها اني كأني بضرب السيجنال في سكوير ويف اللي هي بالشكل ده كده. طب السكوير ويف ديت لو انا فكيتها بفورير سيريز عايز اشوف الساينز والكوزاينز اللي فيها، فهتتفك على الشكل ده، والاي نوت اهو بتتجاب من التكامل ده، والاي ان والبي ان. المهم بعد ما هحسبهم هيطلع ان الاي نوت بنص بعد ما احسب التكامل، والاي ان باتنين على ان باي في ساين ان باي على اتنين، والبي ان بزيرو. هقعد بالكلام ده هنا فيطلع لي السيجنال دبليو اوف تي اللي هي كأني ضربت فيها. انا دلوقتي السيجنال بتاعتي اللي هي الام اوف تي اللي انا عايز اعمل لها موديوليشن بضربها في سيجنال، السيجنال اللي انا بضربها فيها اللي هي الايه الدبليو اوف تي. فالدبليو بعد ما افكها بفورير سيريز هتبقى شكلها عامل ازاي؟ النص اللي هو الاي نود زائد اتنين على باي في شوية كوزينات مجموعة على بعض. طب انا ايه اللي يهمني؟ دي يعني نص ده ترم دي سي، اتنين على باي في كوزاين اوميجا نوت، ومرة في كوزاين تلاتة اوميجا نوت، ومرة في خمسة اوميجا نوت. فالمهم لما السيجنال ام اوف تي لما تتضرب في الدبليو اوف تي هتبقى شوية ترمات كتير كده مضروبة في بعض، وفي ترم وحيد انا اللي بهتم بيه اللي هو ايه؟ اتنين على باي في كوزاين اوميجا نوت تي اهي، في السيجنال ام اوف تي بعد ما ضربت. فالفاي اوف تي اهي بتساوي الام اوف تي في الدبليو، الام اوف تي ديت هتتضرب في كل الترمات بتاعت الدبليو. انا ما يهمنيش كل الترمات، انا بس عايز الترم ده. هاخده ازاي؟ ببند باس فلتر. طب ايه يعني؟ طب ليه انا ضربت في ساينز وكوزاينز كتير من الاول من الاساس؟ ما انا كان ممكن اضرب في كوزاين واحد اسهل. لا ليه؟ لان السكوير ويف انك تعمل لها جنريت دي اسهل من انك تعمل جنريت لكوزاين او ساين. السكوير ويف دي اصلا ترانزستور عمال اون واوف اون واوف، انما الكوزاين لا، مش ده عايز اوسليتور. فدي طريقة، وطريقة الكوزاين برضو دي طريقة تانية، دي طريقة متاحة ودي طريقة متاحة. فالمهم الفاي اللي هي السيجنال بعد ما حصل لها موديوليشن بتساوي الام في الدبليو، الام لما تتضرب في الدبليو ديت هيطلع ترمات كتير جدا. طبعا انا بهتم باول 3 ترمات بس. ليه؟ لان انا ملاحظ هنا اللي جنب الكوزاين الرقم اللي جنبها بواحد، هنا بقى تلت بقى خمس، فعمال بيقل. فالترمات اللي جايه بعد كده دي كلها ما يعني ملهاش وزن، لان الامبليتيود بتاع الكوزاين بتاعها عمال بيقل بيقل بيقل. فانا بهتم بالترمات الاولانيه اللي هي ايه، اللي هي بتبقى ليها يعني ليها وزن وتاثر في المعادله ما ينفعش اهملها. فانا اخدت الترم ده اللي انا خلاص عاوزه ببند باس فلتر، فانا كده خدت حصلت على ايه الموديوليتد سيجنال. فهنا هو ده الشكل بتاعها، هنا ده كان ايه، كان السويتشنج موديوليشن اهو، يعني بضربها في سكوير ويف بعد كده بعديها على بند باس فلتر يطلع لي اللي هي ايه دي. بند باس فلتر طبعا سنترد عند الاوميجا نوت، انا هنا مش كاتبها، المفروض كنت اكتبها. طب عايزين نبص بقى على السيجنال ديت في التايم وفي الفريكوانسي دومين. على فرض ان السيجنال ام اوف تي كانت بالشكل ده، هي بيس باند، ففي الفريكوانسي دومين هيبقى شكلها ايه كده عند البيس باند. طب الاوميجا اف تي دي سكوير ويف اهي، سكوير ويف عماله ايه بتتحرك. طب لما اضرب الام اوف تي في الاوميجا اوف تي هيطلع لي ايه؟ بضرب دي في سكوير ويف، يعني كاني بسامبلها بالظبط. في الوقت السكوير في السكوير ويف كانت بواحد، السيجنال دي هتعدي زي ما هي. السكوير ويف لما تبقى بزيرو هيحصل ايه؟ هيبقى السيجنال دي تعدي بزيرو، فيطلع الشكل ده كده اهو. هنا السكوير ويف كانت بواحد بعد كده بقت بزيرو، سكوير ويف بواحد فيعدي سيجنال اصلية كده بقت بزيرو وهكذا. طب السيجنال دي انا عايز اشوفها في الفريكوانسي دومين. احنا السيجنال دي بعد ما طلعت في الفريكوانسي دومين كان شكلها عامل ايه اهو، اللي هو ده. بس طبعا المفروض لسه ما اهملتش الترمات، فهيطلع لي سيجنال ام اوف تي موجوده مره عند الاوميجا نوت، ومره عند الثلاثه اوميجا نوت، ومره الخمسه اوميجا نوت، وهكذا تفضل عند ايه
بتتكرر الموضوع ده كده بيتكرر. طبعا اللي انا بعمله ان انا باخد اللي عند الاوميجا سي بايه، ببند باص فلتر، بس قبل ما اخد اللي عند الاوميجا سي هي دي كلها موجوده، انا اللي هي اللي انا انترستد فيها هي دي بس. طب تاني نوع الدايت بريدج موديوليتور. الدايت بريدج موديوليتور ده ايه؟ هو الحته دي كده بالظبط، هنا السي اوف دي اللي هي الكارير بتاعي اللي انا هعمل بيه موديوليشن. لو السي اوف دي ده ساين او اي حاجه بتتحرك ما بين البوزيتيف والنيجاتيف، وسكوير ويف او ساين او اي حاجه، في البوزيتيف هاف سايكل هيحصل ايه؟ هيبقى جهد النقطه دي، على فرض طبعا ان ده البوزيتيف وده النيجاتيف، في البوزيتيف هاف سايكل هيبقى جهد النقطه دي اعلى من جهد النقطه دي، فبالتالي كل الدايودز دي تبقى شورت سيركت، فيبقى الاي واصله بالبي. طب في النيجاتيف هاف سايكل هيبقى جهد النقطه دي اقل، فتبقى الدايودز كلها اوبن سيركت، فالاي ما تبقاش واصله ببي. انا كده كاني عملت ايه؟ الكارير ده خليته بيتحكم لي هل ايه وبي واصلين ببعض ولا لا، كأن هو زرار عمال بيفتح ويقفل بيفتح ويقفل بتردد معين اللي هو تردد ايه، السي اوف تي. طب لو انا خدت نقطه ايه وبي دول كده وصلتهم هنا، ففي البوزيتيف هاف سايكل هيحصل ايه؟ الاي والبي هي ايه، شورت سيركت، فالام اوف تي تعدي، بس هتعدي ايه؟ هتعدي متسنبلة. ليه؟ لأن السويتش ده عمال بيفتح ويقفل، طبعا بيفتح ويقفل بسرعة أسرع من أعلى تغير في السيجنال ام اوف تي، فالسيجنال ام اوف تي ديت كأني هنا بالظبط ما بين ايه وبي كأن في سويتش عمال بيفتح ويقفل يفتح ويقفل يفتح ويقفل، فكأني ضربت الام اوف تي في سكوير ويف بالظبط، نفس اللي فوق بالظبط هيطلع، ده نفس الاوتبوت اللي هيطلع من هنا. ده في حالة ايه؟ البوزيتيف هاف سايكل. في البوزيتيف هاف سايكل السيجنال بتعدي. طب في النيجاتيف هاف سايكل لا، دول بيبقوا اوبن سيركت فما تعديش، تبقى كده بوزيتيف هاف سايكل حته عدت، بعد كده نيجاتيف هاف سايكل ما عدتش، وهكذا. ده في حاله ال A وال B سيريس. طب لو كان ال A وال B بقى بارلل يعني شنط، فلو بقى ال A وال B دول كانوا شورت سيركت السيجنال مش هتعدي، يعني عكسها، ولو ال A وال B دول اوبن سيركت فالسيجنال تعدي. فكأن بالظبط هنا دي بتشتغل مثلا على بتعدي السيجنال، بتعدي لما ال لما الايه لما كأني بضرب في واحد، هنا العكس مش هتعدي. ليه؟ لان ده شورت سيركت، فشورت سيركت ده مش هيعدي، ده ايه قاطع عليهم. نيجي للرينج موديوليتور. انا عندي هنا السي اوف تي اللي هو الكارير بتاعي، في البوزيتيف هاف سايكل هيبقى جهد النود دي كده، يعني الجهد هنا اعلى من الجهد هنا، فمعناها جهد الحتة دي كلها اعلى من هنا، فيبقى الدايود ده والدايود ده اون والاتنين دول اوف. طب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ده مفتوح وده مفتوح، فالسيجنال هتعدي زي ما هي، السيجنال ام اوف تي طبعا داخلة هنا، نسيت برضو اكتبها. ده ترانسفورمر بيعليها شوية مثلا قبل ما تدخل على ايه، قبل ما تدخل على الموديوليتور، بعد كده يرجعها تاني. فهنا ال سي اوف تي ده لو كان في البوزيتيف هاف سايكل هيبقى جهد النقطة دي اعلى من دي، فبالتالي الاتنين دايود دول ايه، اون، والاتنين الباقيين اوف. هيحصل ايه دلوقتي؟ السيجنال هتعدي كده زي ما هي، ففي البوزيتيف هاف سايكل السيجنال عدت زي ما هي. طب في النيجاتيف هاف سايكل هيبقى جهد النقطة دي أقل من النقطة دي، فما دام الجهد بتاع النقطة دي أقل يبقى الاتنين دول ايه، الاتنين دايود دول مقفولين والاتنين دول هما اللي مفتوحين، فيبقى المنظر بتاعي بقى بالشكل ده، كأني قلبت البولاريتي بتاعت السيجنال ام اوف تي. في البوزيتيف هاف سايكل بتعدي زي ما هي، في النيجاتيف هاف سايكل بيحصل ايه، بتتقلب البولاريتي بتاعتها. طب ده معناه ايه؟ ده بالظبط ايكويفالنت لاني ضربت السكوير ويف، بس مش يعني مش 1 0 1 0 لا، ده 1 نيجاتيف 1 1 نيجاتيف 1. السكوير ويف ديت مش ممكن بفورير سيريس اجيب المفكوك بتاعها، هيطلع لي برضو بعد ما اضرب بقى الام اوف تي في الدبليو ديت هيطلع لي شويه ترمات، هاخد الترم اللي انا عايزه اللي هو عند الكوزاين اوميجا سي تي، فبقى انا كده عملت موديوليشن.